ألف ألف مبروك لجماهير النادي الأهلي العظيمة، أنتم أصل الحكاية، أنتم بداية الحكاية والرواية، وفرحتكم هي الهدف، وفرحتكم وإزهاد جماهير النادي الأهلي دايما هي السبب في نجاحاته وتتويجه. مبروك للأهلاوية، مبروك للجمهور العظيم اللي حضر المباراة في ملعب ورسم تابلوه أكتر من رائع، مبروك للملايين اللي تابعوا من خلف الشاشات، مبروك إنجاز جديد بيتحقق باسم النادي الأهلي، رقم قياسي جديد بيحاول النادي الأهلي بالفوز والتتويج بالبطولة رقم 12، 12 نسخة دوري أبطال إفريقيا في دولاب بطولات النادي الأهلي، لكن النسخة دي تختلف. النسخة دي حطت الأهلي في حتة تانية خالص، واستعد لما هو قادم، واستعد لما هو أفضل. أنت أمام سيناريو تاريخي ما يقدرش عليه وما يقدرش يقوم بيه غير بطل وعملاق القارة، سلطان السلاطين، صاحب السيطرة، صاحب الهيمنة. الأهلي هيمن على قارة إفريقيا، ده شيء أصبح ما فيهوش أي مجال للشك. وعن السيناريو وعن العصافير والأهداف اللي اتحققت من وراء التتويج امبارح، أنت بتتكلم طبعا نمرة واحد، النسخة الذهبية. هذه النسخة من دوري الأبطال لم يتلقى فيها النادي الأهلي أي خسارة على مدار مشوار البطولة، بتتكلم على 22 مباراة بدون خسارة في مشوار النادي الأهلي في بطولات إفريقيا، دوري الأبطال في النسخة الأخيرة اللي توج بيها النادي الأهلي على حساب الوداد، والنسخة الحالية اللي توج بيها على حساب الترجي. أما عن الأهداف فحدث ولا حرج. طبعا بفوز الأهلي والتتويج امبارح، خليني أقول لحضرتك أنك أنت ضمنت مكانك أو مشاركتك في النسخة القادمة من دوري الأبطال اللي بقى شيء عادي. بالنسبة لجماهير النادي الأهلي، على الرغم من أهمية البطولة وعلى الرغم انها البطوله المفضله على مدار التاريخ وعلى الرغم ان احنا بنشوفها دايما البطوله الاصعب، لكن تحقيقها بالنسبه للنادي الاهلي وبالنسبه لجماهيره بقى شيء عادي. وده مش ممكن يحسس بيه او يحس بيه جمهور على مستوى العالم غير اعتقد جمهور فرقتين، ريال مدريد والاهلي المصري. مفيش فريق مهما كانت امكانياته ومهما كانت اسمائه ومهما كان تاريخه ومهما كان نجومه عنده القدره انه يحقق ده، بيتهيألي على ارض الواقع بالارقام والاحصائيات، غير ريال وغير الاهلي. عارف لما بتلعب لعبه دايما وتوصل للمرحله الاخيره، يعني تفضل تتعب في مرحله ورا مرحله ورا مرحله تانية وتوصل في النهايه للليفل الاخير، احنا بنقول عليه ليفل الوحش. الاهلي هو ليفل الوحش، الاهلي هو وحش افريقيا بدون منازع. ومن حقي كجمهور نادي الاهلي قبل ما اكون من الاعلاميين اللي بينتموا وفخورين بالانتماء لشاشه الاهلي اللي شفت عليها وفي اثناء تواجدي فيها لحظات من الفرح وكم من البطولات ما اعتقدش ان انا كان ممكن اشوفها في اي حته تانية. من حقي احلم واروح لبعيد، من حقي احلم بالنقله النوعيه، ودي اللي احنا في انتظارها ان شاء الله الموسم اللي جاي. لان زي ما قلت لك فوز الاهلي وتتويجه بعيدا عن البطوله في حد ذاتها او الرقم 12 اللي بيحاول الاهلي في تتويجاته ببطوله دوري الابطال، خدك لمشوار هو الحلم، مشوار يعيش او تعيش فيه انديه العالم ومن وراها جماهيرها تحلم انها مجرد تشارك فيه، مش تحققه، تشارك فيه بس. انت على بعد موسم من المشاركه في كاس الانتر كونتيننتال، ودي البطوله الجديده اللي تم استحداثها من قبل الفيفا واللي هتكون بديل لكاس العالم اللي شفناه في السنوات الاخيره واللي الاهلي حقق فيه 4 ميداليات برونزيه. وهكلمكم عن نظام البطوله اللي تحدد 3 من اطرافها، وهتشارك كمان في كاس العالم للانديه. بكلمكم على بطولات الموسم المقبل او عن تحديات الموسم المقبل او عن احلام وطموحات جماهير النادي الاهلي في الموسم المقبل. عندك واحد طبعا السوبر التاريخي اللي هيجمع بين الاهلي بطل دوري الابطال والزمالك بطل الكونفدراليه. عندك مشاركه مضمونه بصرف النظر عن نتائج الدوري او الترتيب او تحقيق لقب بطوله الدوري المحلي من عدمه، انت موجود كده كده في نسخه دوري الابطال افريقيا القادمه، ودي اللائحه الجديده طبعا للاتحاد الافريقي. كاس الانتركونتيننتال، الكاس اللي هتجمع ابطال، مفيش خلاص بلد مضيف، مفيش ممثل للبلد المضيف، كانت البطوله بتبقى بطوله مجمعه بتستضيفها دوله معينه، فبالتالي كان بيمثل الدوله دي فريق صاحب الارض يعني والجمهور. النظام الجديد للانتركونتيننتال مختلف شويه، والبطوله اصبحت مش بطوله مجمعه، هتتلعب في اكتر من مكان وليها اجنده تبدا في شهر ديسمبر اللي جاي ان شاء الله، وتحدد لها الجولتين الاخيرتين. الجوله قبل الاخيره هتكون يوم 14، والنهائي ان شاء الله باذن الله هيكون بين فريق من ابطال القارات في مواجهه بطل اوروبا طبعا الذي لم يتحدد بعد. وعندك بطوله كاس العالم للانديه اللي هتبقى كاس عالم
شبيه بكاس العالم للمنتخبات، كاس عالم مكبر هيشارك فيه اكبر واهم الانديه على مستوى العالم، ومن ضمنها طبعا الاهلي المصري بصفته البطل الاكبر البطل الاعظم لقاره افريقيا. فعن الموسم الجاي انت بتتكلم باذن الله، وهكذا نتمناها وهكذا ننتظرها، يعني نقله نوعيه في مشوار النادي الاهلي على مدار 117 سنه تاريخ، كله نجاحات كله بطولات كله انجازات كان صاحب الفضل الكبير فيها، وهيفضل دايما الظهر والسند والحمى جماهير النادي الاهلي العظيم. البطوله بتاعت الانتر كونتيننتال بالنسبه يعني بالمناسبه اتحدد فيها ثلاث ابطال، هيشارك فيها بطل اوكيانوسيا بطل اوكلاند سيتي، وهيشارك فيها بطل اسيا اللي اتحدد خلاص وبقى فريق العين الاماراتي، وبطل افريقيا المتوج امبارح بالبطوله رقم 12 النادي الاهلي المصري. يتبقى ثلاث اطراف اخرين، اثنين منهم هيتحددوا في بدايه شهر يونيو. عندنا ريال مدريد في مواجهه بروسيا دورتموند، جماهير العظيمه امبارح تابلوه. على فكره بعيدا عن الكوره وبعيدا عن البطوله وبعيدا عن الرياضه، المشهد اللي كان موجود في استاد القاهره امبارح مكسب لينا جميعا، والمشهد ده عشان يخرج بالصوره دي لازم نوجه التحيه لاصحابها، كل من كان له علاقه، كتيبه العمل اللي كانت موجوده داخل النادي الاهلي، الشركه المتحده، المسؤول طبعا وزاره الداخليه المسؤوله عن تامين الكرنفال اللي بيتهيألي نقل صوره حقيقيه كنا مستنيينها من زمان على ارض مصر. اعتقد ان التابلو اللي اترسم من جماهير النادي الاهلي امبارح، حسن التنظيم اللي اشاد بيه الاتحاد الافريقي واللي قال انه ما يقلش باي شكل من الاشكال عن اهم البطولات على مستوى العالم، بل انه في ناس راحت وقارنت المشهد مشهد احتفاليه الاهلي بالتتويج امبارح ببطولات اوروبا اللي خلاص طبعا وصل المرحله النهائيه. الاسبوع اللي جاي هيكون نهائي طبعا هيجمع بين ريال مدريد وبروسيا دورتموند، والفائز هيشارك مع الاهلي والعين واوكلاند سيتي في بطوله الانتر كونتيننتال. كمان عندنا في الكوبا ليبرتادوريس هتتلعب في شهر نوفمبر، النهائي بتاعها هيكون يوم 30، طبعا لسه كل الفرق بتتنافس على اللقب. عندنا كمان الكونكاكاف، عندنا النهائي هيتلعب برضو في بدايه شهر يونيو او يوم 2 يونيو على وجه التحديد، مش عارف واحد ولا اثنين بس يعني. طيب الاكيد انه بلغت بيه يوم 2، لكن يمكن على الموقع الرسمي اتقال انه النهائي هيكون يوم 1، يمكن النهائي. طبعا دول الفرقتين اللي هيتنافسوا على بطوله الكونكاكاف. باتشوكا المكسيكي وشارك قبل كده في نسخه من النسخ اللي لعب فيها النادي الاهلي في بطوله كاس العالم، في مواجهه كولومبوس الامريكي اللي هيفوز في مواجهه يونيو القادمه هيحمل لقب الكونكاكاف، وبالتالي هيحجز ليه مكان في بطوله الانتر كونتيننتال. البطوله هتتلعب زي ما قلت لكم بنظام جديد خالص، مش هتبقى بطوله مجمعه، مفترض ان شاء الله انه هيبقى في قرعه هيتحدد على اساسها اما الاهلي واما العين هيواجه اوكلاند سيتي، وسواء الاهلي او العين اللي هيواجه اوكلاند سيتي هتكون المباراه على ملعبه، يعني لو الاهلي يبقى هيواجه اوكلاند سيتي في القاهره، لو العين يبقى هيواجه اوكلاند سيتي في الامارات. الفائز من الجوله دي هيلاعب بطل القاره الثانيه، يعني لو الاهلي اللي واجه اوكلاند سيتي يبقى هيلعب مع العين المباراه الثانيه في الامارات، والعكس الصحيح لو اوكلاند سيتي يواجه العين هيلعبوا المباراه الاولى في الامارات والكسبان منهم هيواجه الاهلي بعد كده في القاهره. على الناحيه الثانيه بطل الكونكاكاف اللي هو باتشوكا او كولومبوس الامريكي هيواجهوا بطل الكوبا ليبرتادوريس طبعا الذي لم يتحدد بعد، لان البطوله لسه قدامها كتير جدا، 30 نوفمبر يحسم ويحدد اللقب هيروح لمين. الفائز من الفرقتين دول هيلاعب الفائز اللي نتمنى ان شاء الله من الناحيه الثانيه يكون النادي الاهلي، والكسبان من المباراه دي هيتلعب بالمناسبه المباراه دي هتتلعب في ملعب محايد لم يتحدد، لكن اتحدد ليها تاريخ 14 ديسمبر. والفائز ان شاء الله باذن الله من الاهلي ومن بطل كونكاكاف وبطل كوبا ليبرتادوريس هيلاعب بطل اوروبا يوم 18 ديسمبر ايضا في ملعب محايد لم يتحدد بعد. فمشوار جديد علينا أملنا فيه كبيرة جدا، وأملنا فيه نروح لبعيد، ودي كأس بتقام أو بطولة بتقام لأول مرة، أعتبرها كأس القارات، يعني ما فيش مسمى كأس العالم هنا، هو كأس الانتر كونتيننتال أو كأس أو بطولة القارات، بطولة أبطال القارات. بعد كده بقى إن شاء الله في شهر في صيف 25 إن شاء الله هتبقى بطولة كأس العالم اللي هيشارك فيها كبار العالم بقى من كل القارات، ويتقدم أندية أفريقيا فيها طبعا النادي الأهلي المصري. عن النجوم وعن المكاسب حدث ولا حرج، يعني البطولة دي واحد طبعا شهدت ميلاد نجوم جديدة، شهدت عودة وتألق نجوم كبيرة، لكن خليني أخص بالذكر الحقيقة رامي ربيعة، واحد نجم من نجوم النادي الأهلي ونجم من نجوم الكرة المصرية، واحد
من اهم ابناء جيله بالارقام. رقم البطوله ال 12 للنادي الاهلي يحسب في تاريخ رامي ربيعه على انه البطوله رقم 6، ويدخل بالرقم ده لنادي العظماء. بكلمكم على لاعب، بكلمكم على لاعب مش على نادي، لاعب عدد بطولاته تتخطى عدد بطولات دوري ابطال افريقيا تتخطى كل انديه القاره. اللقب رقم 6 لم يستطيع ان يحققه اي نادي على مستوى قاره افريقيا. اخرهم واقربهم مازيمبي، منذ تقريبا 9 سنوات لم يحقق لقب دوري الابطال وتوقف عند الرقم 5. والزمالك المصري ايضا برصيد 5 القاب اعتقد من اكثر من 20 سنه يمكن لم يتوج، او 22 سنه كمان لم يتوج الزمالك بلقب دوري الابطال واكتفى برصيد 5. فرامي ربيعه واحد من نجوم النادي الاهلي اللي حفروا اسمهم بحروف من ذهب الحقيقه في تاريخ الكره المصريه وفي تاريخ النادي الاهلي، 6 القاب دوري الابطال، واعتقد انه حظوظه كبيره جدا في الانفراد بالرقم 7 باذن الله ان شاء الله لو توج الاهلي بال 13. يا اهلي اللي ابتديت اسمعها من الناس في الشارع امبارح من بعد انتهاء المباراه، الناس بتتكلم في ال 13، ولو استطاع الجيل ده انه يحقق لقب 13، وطبعا الجيل ده في حته ثانيه. الجيل ده يحسب ليه انه خاض ماتشات كثيره جدا صعبه بدون الظهير الاول، بدون جماهير النادي الاهلي. الجيل ده اتحمل من الانتقادات والتشكيك، ومنهم رامي ربيعه نفسه اللي اتقال في وقت من الاوقات انه اول الراحلين عن النادي الاهلي، واللي اتقال في وقت من الاوقات انه الاهلي اتفق مع انديه كتيره جدا، مش هذكر اسماء، على انه رامي ربيعه ينتقل ليها. رامي كان واحد من اهم نجوم النادي الاهلي في البطوله دي، كلهم نجوم. حتى لو مستوى المباراه امبارح ما عجبكش، مستوى المباراتين يعني رادس والقاهره ما كانش احسن حاجه او ما كانش المتوقع، لكن الاهم انه الهدف تحقق، وده هنا يحسب لكولر. لكن القادم، ويمكن احنا ادينا شويه ترجي اكبر، طبعا فريق كبير وفريق محترم وفريق كان صعب مواجهته جدا سواء في رادس او في القاهره، لكن انا شايف انه بقليل من المغامره او قليل من الجراه يمكن العرض اللي قدمه الاهلي في النهائي كان ممكن يكون افضل من كده بكتير. الاهم ان احنا فرحنا واسعدنا جماهيرنا، والاهم ان احنا توجنا في النهايه بلقب البطوله الذهبيه، اللقب لم يتلقى فيه الاهلي على مدار مشواره كله اي خساره، ومليان الحقيقه بالارقام القياسيه. فاصل ونبدا احتفالاتنا النهارده احتفاليه مع جماهير النادي الاهلي بالفوز والتتويج بلقب دوري الابطال على طول بعد الفاصل. مين ده؟ ده واحد من اهم مواهب كره القدم الفرنسيه، ولقب يمكن في فتره الثمانينات مع جيل كان ذهبي لمنتخب فرنسا بالماسة. الان جيغاس هو نجم الكره الفرنسيه طبعا، ضفنا النهارده في السادسه، والحقيقه هو طبعا نجم من نجوم منتخب فرنسا ونجم من نجوم مارسيليا ومدرب سابق لبي اس جي، وليه مشوار طويل مع الكره الافريقيه، مع تونس فتره طويله، مع مالي درب اكثر من منتخب الحقيقه، ومش بعيد عن الكره الافريقيه. بدايه طبعا ارحب بيه هداف ولا اروع، واحد من اهم لاعيبه خط النص اللي جم في تاريخ فرنسا كلها، جيل الثمانينات، يعرف ميشيل بلاتيني، يعرف الان جيغاس، يعرف روشيتو، كلهم كانوا نجوم كبار جدا في الكره العالميه. الان جيغاس ضيفي في السادسه، برحب بيك. شكرا جزيلا، شكرا لكم. طيب خليني بداية يعني أبدأ من متابعتك لنهائي دوري الأبطال، النسخة رقم 12 في دولاب بطولات النادي الأهلي، مواجهة الأهلي والترجي، وأنا عارف طبعا أنك أنت قريب قوي من الكرة الأفريقية. إزاي بتشوف فريق يوصل لخمس مباريات نهائية على التوالي، يقدر يحقق منهم 4 ألقاب ويقدر يوصل لرقم 12 في تاريخه؟ مبدئيا المباراة والمباراة النهائية هو فوز طبيعي ومنطقي تماما. الأهلي سيطر على المباراة، سيطر على المباراتين ذهابا وإيابا. فكرة انه فريق يعني يسيطر مش بس على فكرة البطولة او يحقق البطولة، لكن فكرة انه فريق يوصل في اخر 8 نسخ لسبع مباريات نهائية، يوصل في آخر 5 نسخ لتحقيق اللقب 4 مرات، إزاي بتشوف ده؟ أعتقد أن الأهلي هو الفريق الأفضل في أفريقيا طبعا، لازم نقول هذا، أن الأهلي هو الأفضل على الإطلاق في قارة أفريقيا، فهذا طبيعي، هو الفريق المسيطر على القارة بالكامل، هو فريق مبني بشكل رائع، له لديه الخبرات، هو هذا ليس هذا الشيء لم يحدث من فراغ، هو حدث بالخبرات. عندما ترى هذه الفرق، انت تمتلك الاهلي في افريقيا وريال مدريد في اوروبا فقط. مين اللي لفت نظرك في المواجهتين، سواء مواجهه رادس او
مواجهة القاهرة، هل في لعيبة لفتت نظر ألان جيراس؟ أنا لا أعرف بصراحة عن أعطي فكرة عن لاعب. لازم أن أشاهد المباريات في كثيرا لنفس اللاعب. أنا جاهدت فقط المباراة النهائية، ولكن ما أراه أن هؤلاء اللاعبين لديهم خبرة كبيرة. طيب رأيتك للمواجهة الفنية بين مارسيل كولر السويسري طبعا المدير الفني للنادي الأهلي، وأيضا ميغيل كاردوزو المدير الفني، واعتقد ميغيل كاردوزو اشتغل في الدوري الفرنسي ودرب في فتره من فترات اف سي نانت. ازاي شفت المواجهه الفنيه بين الاثنين الهيد كوتشز؟ اعتقد مع النتيجه السلبيه في تونس الاهلي كان سيفوز في كل الاحوال في مباراه العوده. اعتقد ان الاهلي فرض ان هذه النتيجه على الترجي وعلى هذا المدرب في تونس، واستطاع ان فريق منظم جدا الاهلي في مباراه العوده، ومدرب قادر على قياده فريقه هو مارسيل كولر، ولهذا تفوق على الترجي. بالنسبه لمشوارك انت، يمكن في فتره حتى توليت تدريب باريس سان جيرمان بالاضافه طبعا عدد من المنتخبات الافريقيه، ايه هي المعادله او ايه هي المعايير اللي تبني عليها تحقيق اي نادي، سواء كان نادي او حتى كان منتخب اي فريق، للوصول للقب او بطوله؟ هل القصه مثلا قصه امكانيات ماديه؟ هل قصه سكواد؟ هل قصه اداره؟ هل قصه جماهيريه وشعبيه؟ تاريخ وارقام والقاب وبطولات؟ ايه المعايير اللي يقدر من خلالها اي مدير فني ان يوصل للقب بطوله؟ أنا كنت مدرب في لفرق عديدة. عندما تكون مدير فني وليس مدرب عام، هو يجب أن تمتلك اللاعبين المحترفين، اللاعبين الذين يلعبون لمنتخباتهم. يجب أن يكون يتواجد نظام واضح لجميع الفريق في خصوصا في قاره افريقيا. يعني على سبيل المثال، يمكن وانت كنت مدرب لبي اس جي، وانا بيتهيألي انه السنوات الاخيره اداره البي اس جي ساعد بشكل كبير جدا لتحقيق لقب اوروبي، انتدابات على اعلى مستوى من ايام إديسون كافاني، ماركو فيراتي، ابراهيموفيتش، ثم الجيل اللي بعده مع كيليان امبابي، مع دي ماريا، مع ليونيل ميسي، مع نيمار جونيور، عدد كبير جدا، لدرجه انه في فترات اتوصف فريق بي اس جي بانه منتخب العالم، ومع ذلك لم ينجح في تحقيق لقب اوروبي. السبب ايه من وجهه نظرك؟ اعتقد في التاريخ، ولكن في التاريخ لا يجعل لك ان تمتلك لاعبين كثيرا نجوم ان تفوز بلقب. هذا ليس العامل الاساسي. هم في هذا العام كانوا أقل في عدد النجوم، وكانوا أقرب، ولكن هو الفكرة كلها هو التنظيم والتوازن التي وجدته الفريق، وليس فقط أن تمتلك اللاعبين الأفضل في العالم. هل يؤثر رحيل كيليان مبابي، بمناسبة كلامنا عن بي اس جي، هل يؤثر رحيل كيليان مبابي على فرص بي اس جي في المنافسه القاريه الموسم المقبل؟ وهل بتشوف انه في موهبه فرنسيه ممكن تعوض رحيل كيليان مبابي؟ كيليان مبابي هو لاعب مثالي، هو ذهب، ولكن لا نعرف الى اي فريق سيذهب. لا اعلم ان سيذهب الى مدريد او فريق اخر، لا نعلم. ولكن طبعا هو مع فريق باريس هو يحقق العديد من الألقاب داخل الألقاب المحلية داخل فرنسا، ولكن هو يرغب في تحقيق الألقاب الأوروبية، ولهذا هو أراد أن يرغب، فهو لاعب سيؤثر كثيرا على باريس سان جيرمان. يهمني أسألك، وإحنا على بعد أيام كمان من نهائي تشامبيونز ليج أوروبا، المواجهة المنتظرة بين بروسيا دورتموند وريال مدريد، ريال مدريد من المنطقي والطبيعي أن يكون موجود في المباراة النهائية، لكن بالنسبة لك هل كان وصول بروسيا دورتموند للنهائي بمثابة مفاجأة؟ طبعا طبعا لديك حق، هي مفاجأة، ونحن نعتقد تماما ان ريال مدريد ستفوز. هم لديهم العاده للوصول النهائي والفوز باللقب، ولكن هو ماتش صعب، لا يمكن توقعه في المباراه النهائيه حتى لو كان الفريق اقوى.
فريق بروسيا دورتموند ليس لديها شيء لتخسره، لا يجب ان تلعب بكل ما لديها، ليس لديها شيء. هي ذهبت للمباراه النهائيه وهذا اكثر من حلم. يمكن في بطولة اليوروبا ليج الكل توقع انه كفة باير ليفركوزن وكفة تشابي الونسو مع ليفركوزن اللي قدم موسم اكتر من استثنائي هي الارجح، والكل توقع انه هيحقق فوز كبير على اتلانتا، ولكن اتلانتا فاجأ الجميع وحقق فوز بنتيجة 3-0. هل تتوقع ان السيناريو ده ممكن يتكرر مع ريال مدريد؟ هل تتوقع انه بروسيا دورتموند او احتماليات فوز وتتويج بروسيا دورتموند بالتشامبيونز ليج ممكن تكون قائمه في مواجهه العملاق طبعا الريال الملكي؟ طبعا طبعا يجب وجود دائما المفاجآت، متوقع جدا، ولكن ريال مع ريال مدريد الخبرات تلعب دور كبير. ريال مدريد قادره على فازت ب 14 لقب وقاطرين اعتادوا على الفوز بالالقاب. المفاجاه صعبه بصراحه، ما لا اعتقد انها ستحدث في هذه المباراه. خليني اعمل معاك مقارنه سريعه كده. يمكن في بدايه كلامي قلت وانا يعني تابعت او ابتديت اتابع كره، اتفرجت على جيلك واتفرجت على منتخب فرنسا في الوقت ده، كان منتخب بيضم عدد كبير جدا من الاسماء، وتظل المقارنه قائمه يعني بين اجيال مختلفه حققت كتير للكره الفرنسيه، جيل ألان جيراس، ميشيل بلاتيني، جيل زيدان، روبرت بيريس، جوركايف، باتريك فييرا، والجيل الحالي طبعا بقيادة كيليان امبابي. بتشوف المقارنة ازاي ومين الجيل الأفضل من وجهة نظرك؟ طبعا من الصعب، من الصعب المقارنة دائما، ولكن لديك حق بصراحة. دائما يوجد أجيال، جيل بلاتيني، جيل زين الدين زيدان، والآن جيل امبابي، فلديك حق فيما تقوله بصراحة، ولكن المقارنة صعبة. والجميع ذهب إلى دوري، يعني حتى جيل امبابي ذهب إلى نهائي في كأس العالم في قطر، واحنا لدينا جيل رائع، جيل جميل، لاعبين قادرين على تحقيق الالقاب ويمتلكون خبرات وهم احدى افضل الفرق في العالم. عايز اعرف من وجهه نظرك برضو، يعني اذا كنا بنتكلم على مثلا بطوله يورو 24 المقامه، ودايما فرنسا منتخب مرشح، لكن قبل ما اسالك، في احساس انه الكرة في فرنسا ماشية في السنوات الأخيرة بمنهج وبخطة واضحة المعالم؟ احنا النهاردة بنتكلم على تفوق الكرة الفرنسية على تقريبا معظم أقرانها أو معظم المنتخبات اللي موجودة في أوروبا. عدد اللاعبين المحترفين في فرنسا في الخارج هو الأكثر يمكن بعد البرازيل، بتحتل المرتبة الثانية، وده ساهم بشكل كبير جدا في قوة المنتخب الفرنسي. نمرة واحد، إزاي ده حصل؟ نمرة اثنين، إزاي ده ما انعكس على مستوى الأندية الفرنسية في المنافسة على البطولات القارية؟ سأقول لك، لأن الكرة الفرنسية أخذت كثير من الأعوام في تكوين هذا الشكل. في كل فريق لديه إجبار لذهاب اللاعبين لمركز التحول في الكرة الفرنسية، والآن نرى أن اللاعبون يذهبون في كل مكان في العالم، في الأندية الكبيرة، في كل المكان ترى اللاعبون، ولهذا أفاد المنتخب الفرنسي. بتشوف برضو، يعني يهمني أسمع وجهة نظرك في نجم منتخب مصر، مهاجم منتخب مصر الدولي مصطفى محمد، مشواره مع نونت في أقاويل كتيرة جدا بتقول إن الموسم الأخير ليه مع نونت هيكون الموسم الحالي، وبالتالي هل عندك معلومات تقييمك لمستوى مصطفى؟ طبعا يهمني اسمع رايك فيه، وهل في اي معلومات او يعني تقارير بتقول انه وجهته المقبله هتكون داخل فرنسا ولا هيرحل للخارج؟ اعتقد من نونت، انا لا اعلم بصراحه انه سيذهب او سيبقى في نونت، ولكن انا اعتقد ان هذا اللاعب لاعب بشكل رائع مع فريق نونت، وهما بقوا في الدوري، ولكن اعتقد انه يتمنى ان يذهب الى فريق يحاول على ان ينافس باقوى، فممكن ان يرحل. فرص منتخب فرنسا من وجهه نظر نجمها طبعا ألان جيراس في بطوله اليورو، هل تستطيع فرنسا انها تحقق اللقب الغايب يمكن من سنوات طويله؟ الفريق الفرنسي طبعا هو لديها الخبرات والإمكانيات أن يفوز،
وأعتقد أنه مرشح دائما للفوز. ولكن في شهر مارس لعب بعض المباريات التي لم تكن جيدة، ولكن أعتقد أنهم الآن بحال أفضل، وأعتقد أنهم استعدوا بشكل قوي لهذه البطولة. الأنجي غاس، أفضل تجربة بالنسبة لك في التدريب داخل قارة إفريقيا؟ تعلم انا تواجدت في قاره افريقيا في مع عده فرق، ولكن في قاره افريقيا تعلم انا قد تفعل مباريات كبيره، وبعض المدربين يفعلون مباريات كبيره مع الفرق في افريقيا، ولكن الكره الافريقيه نحن نرى الكأس الأمم الأفريقية هي 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 رأيناها الآن بطولة صعبة جدا، والفرق فيها صعبة جدا. من المنتخبات الإفريقية هيتأهل 10 منتخبات لنسخة كأس العالم القادمة في أمريكا والمكسيك وكندا. هل بتشوف إنه في فريق حاليا في أفريقيا قادر على الأقل، مش عايز أقول المنافسة على اللقب، لكن قادر على تكرار إنجاز المغرب بالوصول للمربع الذهبي؟ طبعا لما لا الآن نحن نرى قوة القارة الإفريقية، يوجد احتمالية بقوة، ولكن سوف نرى القرعة وسوف نرى ماذا سيحدث. نيجيريا قوية جدا، المغرب طبعا سوف أعتقد أن كل هذه الفرق قادرين على تمثيل القارة الإفريقية، ونحن نرى قوة المغرب في الذهاب في البطولة الماضية. ألان جيغاس، نجم الكرة الفرنسية ونجم منتخب فرنسا ومارسيليا وبي اي جي، بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا وعلى وقتك. طبعا واحد طبعا من أهم نجوم الكرة الفرنسية في الثمانينات، الماسة كما أطلق عليه، واحد من أهم لاعيبة نص الملعب اللي جت في تاريخ فرنسا. ده كان لقاءنا مع ألان جيغاس، لكن عندنا لقاءات بقى مع لاعبتنا ونجومنا. الفرحة كبيرة جدا 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 كانت امبارح بعد انتهاء المباراة، كتير من نجوم النادي الأهلي احتفلوا في ملعب المباراة مع أولادهم ومع زوجاتهم ومع أسرهم، وكابتن خالد بيبو مع مجموعة من نجوم النادي الأهلي امبارح. هنسيبكم في اللقاء ده ونرجع لحضراتكم في السادسة. أكتر حد فرحان ومستني البطولة دي كنت أنت، عشت صفحات كتير، خدت البطولة دي كلاعب، لكن أعتقد إن دي البطولة الأغلى في حياتك. طبعا الحمد لله رب العالمين، مبروك طبعا لجمهور النادي الاهلي، يعني الناس ما زعلتش مني طبعا، ان عارف ان الجمهور كله كان عايز يبقى موجود معانا النهارده جوه الملعب، بس يعني ما حدش يزعل مننا لان ده غصب عننا، يعني اللي قدرنا نعمله عملناه، والجمهور يعني كان دايما هو نمره واحد بالنسبه لنا وهو اهم حاجه بالنسبه لنا. اشكرهم طبعا على حضورهم النهارده، ولو الجمهور ده في كل مباراه كده عمر ما النادي الاهلي هيخسر نقطه في اي حاجه في اي بطوله يعني. بس الحمد لله، مبروك طبعا لمجلس اداره، مبروك للجهاز الفني، مبروك للعيبه، بصراحه كانوا رجاله. احنا لعبنا كميه مباريات وكميه سفر كانت صعبه جدا، بس كلهم كانوا رجاله والحمد لله ربنا كرمنا. البطوله دي تاريخيه للنادي الاهلي، لان الرقم ده انا مصمم عليه لاول مره في تاريخ افريقيا من سنه 64 ل 2024 فريق ياخد البطوله وما دخلش مرمى غير هدف واحد، ما حصلتش في تاريخ افريقيا. انجاز بيحسب لكم كجهاز فني، كجهاز اداري، كلاعبين، اعتقد سعيد بالرقم ده كابتن خالد. الحمد لله طبعا، النادي الاهلي خلق اللي يعمل ارقام ويكسر ارقام ويعمل ارقام ويكسر، هو اللي يعمل الارقام هو اللي يكسرها يعني، فده الحمد لله رب العالمين طبعا، وده شغل مجموعه كامله. زي ما انا قلت معاكم في قبل الماتش اللي في المباراه الاولى، ان احنا كلنا بنشتغل على قلب رجل واحد، كلنا بنساعد بعض عشان احنا الحمد لله ناخد البطوله. بطوله غاليه جدا 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 زي ما انت قلت، هي بطوله بالنسبه لي انا يعني اول مره وانا مدير كوره اخد بطوله افريقيا، دي حاجه بالنسبه لي كويسه. اسهل وانت لاعب ولا وانت مدير كوره؟ لا انا لاعب. لا 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 لا، ده موضوع صعب جدا يا جماعه. طبعا وانت لاعب الموضوع بيبقى مختلف، انت هنا انا قاعد بقالي اربع ايام عايش في تفاصيل بس، من ساعه ما رجعت من تونس وانا عايش في تفاصيل بس، فطبيعي انت بتشغل النادي الاهلي، نادي كبير عنده حاجات كتيره جدا 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 لازم تبقى مرتبه بشكل كويس، فالحمد لله مبروك. عايز اقول لك على نقطه مهمه جدا يا كابتن خالد،
يعني التفاصيل والامور اللي احنا عشناها. انت قلت نقطه مهمه جدا، اللعيبه بتخاف على زعل الكابتن الخطيب. وجود الكابتن الخطيب في الفتره الاخيره معاكم في كل وقت، كان موجود في ماتش الذهاب، اعتقد وجوده مهم جدا يا كابتن. والله انا يعني مش عايز اتكلم طبعا. كابتن خطيب طبعا يعني عمل معانا مجهود كبير جدا، وزي ما قلت لك اللعيبه بتخاف على زعله، وهو يعني بقاله فتره كان تعبان جدا انا عارف، وكان متحمل على نفسه وسافر معانا وهو تعبان، وموجود امبارح معانا وموجود اول امبارح معانا وموجود معانا في كل التفاصيل. الكابتن موجود معانا بيعمل شغل كبير جدا وبيتعب، عشان كده ربنا كرمه وكرمنا، وبرده يعني الحمد لله على كل حاجه. واسيبك بقى الكابتن رضا. كلمه الكابتن رضا. يا رضا بنحبك يا رضا. رضا يا رضا الدلع يا رضا. بالقميص رقم 12 النهارده، البطوله رقم 12 افريقيه، واول بطوله افريقيه ليك مع النادي الاهلي. انا جيت سعيد بهذه البطوله. كنبغي نشكر اللعابه اللي كانوا رجاله في الملعب، كنبغي نشكر الجمهور العظيم ديال النادي الاهلي وفريق الاهلي. ان شاء الله مزيد من الالقاب ويكوك اخويا. كهربا مركز معاك قوي، يعني كهربا علمك النشيد الوطني لجمهوريه مصر العربيه، اكلك الاكلات المصريه. ايه حكايه كهربا معاك يا رضا؟ كهربا اخويا، بس هو شويه مجنون. مجنون شويه، بس اخويا قلبه ابيض راجل كويس والله. علمك بعض الاغاني الشعبيه؟ علمني كل حاجه. زي ايه طيب؟ بلادي بلادي، النشيد الوطني ديال مصر. حبي وفؤادي. لك حبي وفؤادي. رضا اكلك ايه ولا لسه ما اكلتش؟ اكلش. حواشي. حواوشي. 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 فول مدمس. اكل. شفت الجمهور النهارده ازاي يا رضا؟ جمهور عالمي والله، احسن رقم واحد في افريقيا والله الجمهور. اشكرك يا رضا. ابوك ده واحد من اللعيبه. هذا ابني، هذا ابني. هذا ابني. انا عندي 24 سنه. انا 26. لا انشا ابني والله، ابني هذا والله. بحبك ابني. اتكلم عربي. بحبك والله. احسن لاعب في مصر 2025 2026 كوكا. فين فين؟ في مصر. كوكا هي وقت فرحه ووقت سعاده، لكن انا على المستوى الشخصي بقول لربنا يرحم الحاج نبيل. انا عارف تعب قد ايه، واكتر حد سعيد باللحظه ديت هو الحاج نبيل، ربنا يرحمه. ماسك نفسي بقى. مبروك. مبروك لجمهور النادي الاهلي، ومبروك للاعيبه الرجاله، ومبروك لمجلس الاداره. بطوله تعبنا فيها جدا بصراحه من بدايتها لحد النهارده. كلمناها في ملعبنا في وسط جمهورنا بمكسب مهم، من خلصنا الماتش من اول 5 دقائق. مبروك الحمد لله، دي البطوله الثالثه ليا افريقيه. ان شاء الله المزيد اللي جاي يعني باذن الله. كوكا، ثقة مستر كولر في كوكا وحبه لكوكا، واحد من اللعيبه اللي بيثق فيها، ومش سهل ان اللاعب ياخد ثقة المدير الفني. في الاول وفي الاخر الواحد بيحاول يعمل اللي عليه، مش انا بس، كلنا. فالواحد بيحاول يجتهد لحد اكيد بتحاول تاخد ثقة المدير الفني، لان دي شبه اهم حاجة عشان تقدر تكون موجود. فالحمد لله الواحد بيحاول يعمل اللي عليه عشان يكون موجود. ومبروك للرجالة النهاردة، قاموا بالواجب يعني الحمد لله. البطولة دي تهديها لمين؟ وتقول ايه للجمهور العظيم النهاردة؟ البطولة دي طبعا بهديها لوالدي. انا جيت قبل المعسكر بيوم، رحت وقعدت بيها السلية كابيتانو ده، وقعدت بيها. ان شاء الله بكره اروح له كمان بالذهب. ابو ليلى طبعا غاب عن النهائي لكن موجود معانا دايما، يعني هو موجود في كل نهائي بيسيب لنا بصمه بالقمر دي. فمبروك. خلي بالك يا كابتن. مبروك لابو ليلى. كنا مفتقدينه بس الحمد لله يعني قدر الله ما شاء فعل. ان شاء الله يكون موجود في اللي جاي. الواحد بيتعلم منه، لعيب كبير دايما في الحاجات الادوار النهائيه دي بيكون بيسيب بصمه. فلعيب كبير الواحد بيتعلم منه، وربنا يكرمه ان شاء الله في اللي جاي باذن الله. شكرا. تفيق دايما. لعيب لازم يتقدم بتقديم خاص، عمرو السوليه، واحد من اهم اللعيبه في تاريخ النادي الاهلي في مركز خط الوسط. انجازات، بطولات، تحدث ولا حرج. الجمهور دايما ينادي له يقول ابو ليلى. كابتن عمرو، مليون مبروك، بطوله بتضاف. خلي بالك ليلى مركزه مع الكلام، ربنا يحفظها لك يا رب. بطوله بتضاف لانجازاتك، تاريخك مع النادي الاهلي. كان صعب الجمهور ده يروح زعلان النهارده يا كابتن عمرو؟ الحمد لله طبعا، يعني انت زي ما قلت الجمهور كان زي جوه المدرجات، وفي جمهور اكتر منهم بره المدرجات كان نفسهم يدخلوا. طبعا الناس دي ما كانش ينفع تروح زعلانه. جمهور النادي الاهلي طبعا في كل الاوقات هو الداعم والسند لينا. لازم يفرحوا، ما بيشبعوش بطولات، واحنا كمان ما بنشبعش بطولات. الحمد لله ربنا كرمنا بالبطوله، والحمد لله ان شاء الله مزيد من البطولات الفتره الجايه.
كابتن عمرو، النهارده الاهلي بيحقق ارقام قياسيه كتير. الشناوي بيبقى اول حارس مرمى في تاريخ افريقيا يرفع البطوله 4 مرات. النادي الاهلي بياخد البطوله وما دخلش في مرماه غير هدف واحد. انجازات، انتوا جيل تاريخي للنادي الاهلي. الناس اتكلمت على الجيل التاريخي، جيل ابو تريكه وبركات، لكن انتوا اصبحتم جيل تاريخي من اهم الاجيال في تاريخ الكره الافريقيه. كل جيل طبعا ليه ظروفه وليه وقته. الجيل اللي قبل كده عمل انجازات وبطولات، واحنا عملنا ارقام وكسرنا ارقام وبطولات، عملنا بطولات كتير وانجازات. يعني الناس ما تحاولش ان هي تقارن بين جيل وجيل، لا، الجيل ده ليه كل الاحترام. احنا جيل يعني عملنا حاجات كتير جدا، وكنا في كل الاوقات الصعبه موجودين، وشرفنا النادي الاهلي وشرفنا جمهور النادي الاهلي. فانا بشكر الجيل ده، بشكر اللعيبه كلها، من اصغر لعيب لاكبر لعيب، لعيبه جديده، في لعيبه معاها 4 بطولات واكتر، وفي لعيبه لسه اول بطوله ليها. الحمد لله. طبعا يعني الجيل ده زي ما انت قول عملوا انجاز تاريخي. اتمنى من الناس ان هي ما تبداش تقارن، والناس تدي الناس دي حقها، لان الناس دي تعبت بجد وبتتعب. انا هبدا بمقوله شهيره جدا بتقول انه الحفاظ على القمه اصعب بكتير جدا من الوصول ليها. وورا الكلام ده اتكلم بقى على حاجات كتير جدا، اتكلم على قيمه النجاح. بالمناسبه الاهلي اللي بيعمله على مدار تاريخه كله، وبالذات كمان في السنوات الاخيره، بيأكد على انه المصريين يقدروا يحققوا المستحيل، يقدروا يعملوا ان قدراتهم بدايه وامكانياتهم دايما تقدر تحقق اي حاجه. اللي عنده رغبه حقيقيه في النجاح مهما كانت الصعوبات ومهما كانت ضعف الامكانيات ومهما كانت العقبات اللي ممكن تتحط في طريقك، الاهلي نموذج على كيان ناجح نقدر نحققه في حاجات كتيره جدا في حياتنا. ولما قلت فاكر كويس جدا في اول حلقه، اول ظهور ليا على شاشه الاهلي، انه الاهلي بالنسبه لي مش كوره ومش بس رياضه، الاهلي بالنسبه لي اسلوب حياه، كنت اعني تماما معنى الكلمه دي. وده اللي بيتكرر واللي عشته وعشت مع جماهير النادي الاهلي، اللي انا بتشرف ان انا اكون واحد منهم، في مناسبات كتيره جدا وفي لحظات سعاده كتيره جدا عاشها بيتهيألي كل المصريين بصرف النظر عن انتماءاتهم، وكان سبب فيها براند النادي الاهلي، اسم النادي الاهلي كان النادي الاهلي. مبروك البطوله رقم 12، وفي انتظار ال 13، وقدامنا مشوار وسنه سيزن حافل بالتحديات وبالبطولات باذن الله. ان شاء الله الاهلي يكون ليه نصيب وافر منها. ارحب بواحد من نجوم النادي الاهلي اللي بيشرفوني النهارده في السادسه، كابتن احمد عادل. مساء الخير كابتن احمد. وعادي بقى بقول لك مبروك. ده العادي بقى العادي انه الاهلي يفوز، والعادي ان احنا نقول مبروك، والاستثناء اللي حتى ما بنقبلوش انه الاهلي يخسر لقب او يخسر بطوله. اكيد ما فيش شك طبعا، لازم ابارك لكل جماهير النادي الاهلي واللعيبه الرجاله، جيل من افضل الاجيال اللي موجود داخل النادي الاهلي. مبروك لمجلس الاداره، مبروك للجهاز الفني. الاهلي بيسطر تاريخ كبير جدا، بيصدر حتى كيفيه نجاح الاداره، كيفيه نجاح المنظومه بشكل عام على مستوى افريقيا والوطن العربي. دايما الاهلي مشرف مصر خارج مصر وداخل مصر. اعتقد ان الاهلي بيعيش افضل فترات حياته. الجيل الحالي بقول مسطر تاريخ كبير جدا لنفسه. عدينا عداكم يا ابو حميد. وصعب جدا، صعب جدا الناس تقارن. صعب. واحنا بنشوف الاغنيه واحنا قبل ما نبدا لقائنا على طول، لا انت بتتكلم على تاريخ كبير قوي واساطير كبيره جدا وناس مكانها، يعني ناس بطلت كوره من سنين طويله جدا ولسه مكانتها طبعاً. ومكانها محفوظه في القلب لغايه النهارده. طبعا اي حد لبس تيشيرت النادي الاهلي عمل تاريخ مع النادي الاهلي. ممكن انا كنت محظوظ ان انا كنت موجود في جيل من افضل الاجيال اللي جت على تاريخ النادي الاهلي. بتشوف كلام عمرو السوليه، بتشوف كلام الشناوي، بتشوف كلام اللاعب الكبير قفشه، ازاي الاجيال بتسلم بعض، ازاي ان انت بتشتغل دايما على البطوله، ازاي المجلس الاداره بيتعامل معاك، ازاي الجهاز الفني بيتعامل معاك، ازاي الاهداف والطموحات اللي في تعاقد مجلس الاداره مع اي مدير فني، وده يمكن اللي وصل بنسبه كبيره لمستر كولر، والاهداف اللي المفروض توصل لها. تاريخ النادي الاهلي عامل ازاي، الراجل بطوله بعد بطوله بيحس بقيمه النادي الاهلي، وبيحس بالقاعده الجماهيريه والمسانده اللي بشكل كبير من جماهير النادي الاهلي. يمكن كان ده ممكن يسبب عليه ضغط كبير جدا، زي ما سبب ضغط على مستر موسيماني قبل كده. زي ما الناس بتتكلم بعد ما خلص البطوله التاسعه بيقولوا له 10، فاستغرب جدا. فدلوقتي بيقولوا مستر كولر خلص ال 12، فمفكر في ال 13.
فهو هنا قال لك انا مستوعب طموحات الجماهير، ودي مش حاجه جديده. ممكن اي فريق بينافس على بطوله بيبص للفرق اللي قبل منه عشان ما حدش يلحقه، لكن انت بتتكلم فرق 7 بطولات بينك وبين مازيمبي وبينك وبين الزمالك، ولسه الاهلي بيحاول، ولسه الاهلي بيدور على ال 13 وهيدور على ال 14 ان شاء الله. فهنا ده بيدل ان دل على نجاح الاداره ان هي توفر كل سبل امكانيات البطوله للجيل الحالي وللجهاز الفني، ودايما اللعيبه والجهاز الفني اكيد عند حسن ظن الجماهير. سيبك بالقرن اللي فات، يعني القرن اللي فات حسبناه والاهلي هو نادي القرن. لما اكلمك على الالفيه الجديده، لما اكلمك على شباب عمره 24 سنه من ساعه ما فتح عينه على كوره، ما لقاش غير الاهلي على منصات التتويج، ما لقاش غير الاهلي ضيف دائم على المباراه النهائيه، ما لقاش الاهلي، ما لقاش غير الاهلي بيشارك في بطولات بحجم كاس العالم وبيكسب بطولات كبيره وبيكسب ابطال قارات. يعني تاثير ده على، انت بتتكلم على جيل جديد على فكره من الجمهور يا احمد، يعني اللي ما شافش واللي ما عرفش عن تاريخ واساطير النادي الاهلي في الالفيه وسمع بس انه الاهلي هو نادي القرن، النهارده بيعيش 24 سنه كلها الحقيقه نجاحات تلو الاخرى، اجيال زي ما انت لسه بتتكلم كلها اجيال عملاقه. الحقيقه ما اقدرش، ما بحبش المقارنه بين الاجيال لان في ظروف مختلفه، لكن يمكن شويه بحس انه الجيل ده ما خدش حقه، يعني الجيل اللي احنا اللي توج بالرقم 12 امبارح ده حتى كمان ما استمتعش بالحضور الجماهيري في كل ماتشاته، ما عاش ماساه وديلمه السوشيال ميديا، بتعرض لهجوم وانتقادات وتشكيك واشاعات في اوقات كثيره جدا ممكن تأثر على أي نادي تاني غير النادي الأهلي. كل ده يحسب للعيب ولشخصية اللعيبة والكيان اللعيبة. بتتكلم في جيل قعد 8 سنين محقق نسبة 99% من البطولات كلها اللي شارك فيها. بتتكلم، أنا بتكلم آخر 20 سنة الأهلي لا يقارن، إدارة الأهلي لا تقارن، مع احترامي لجميع الأندية. النادي الأهلي في حتة تانية خالص، وإدارات الأندية التانية في حتة تانية خالص. الفكر الطموح اللي عند اللعيبة، أهداف مجلس الإدارة، دايما الاهلي شغال للاهلي. كل اي حد موجود داخل كيان النادي الاهلي سواء في الاداره سواء في اوضه اللبس سواء في الجهاز الفني هو شغال لكيان النادي الاهلي. بتتكلم في 20 سنه النادي الاهلي متربع على عرش افريقيا بكل بطولاته وانجازاته، ومش كلام بارقام، دايما الاهلي بيكسر ارقامه هو، ما بيكسرش ارقام المنافسين. ده دايما واصل للجماهير. بتتكلم زدنا كام مليون من 20 سنه، اكيد كل الناس طالعه شايفه مين المتربع على عرش القاره، مين اللي بيكسب دايما على طول. اجيال صغيره طالعه شايفه النادي الاهلي هو اللي بيكسب، النادي الاهلي هو اللي بيحقق. عشان كده ده بيزود من قاعدته الجماهيريه بشكل كبير جدا طبعا. اللي هي تكاد تكون 70 75 مليون من الشعب المصري. لا، وفكره انه اسم النادي الاهلي، براند النادي الاهلي يبقى مرادف للنجاح والتفوق، دي في حد ذاتها قيمه، يعني بعيدا عن كاس البطوله وبعيدا عن الارقام القياسيه، وانا هاجي لك لان الاهلي ضرب 20 عصفور بحجر واحد في البطوله دي تحديدا، لكن فكره كمان انه الكيان دايما يبقى مرتبط بفكره النجاح والتفوق، ده مكسب كبير جدا يحسب لكل الاجيال ويحسب لكل مجالس الاداره اللي تعاقبت على تولي مسؤوليه النادي الاهلي. اكيد مفيش شك ان اي سبونسرز بيجري ورا الاسم، بيجري ورا النجاح، بيجري ورا الشعبيه الكبيره، بيجري ورا المين اللي بيحقق، بيجري ورا انت وجودك فين، موجود فين، موجود في كاس عالم الانديه فاكيد هيجري وراك، موجود ان انت متربع على عرش القاره دايما بتوصل. يمكن اخر 5 سنين انت واصل 5 نهائيات، يعني 5 نهائيات ومحقق منهم أربعة. فده رقم مرعب بالنسبه لاي جيل، وهو هو نفس الجيل ما اتغيرش، لكن بيتغير جهاز فني، لكن اوضه اللبس بتفضل محافظه باللعيبه الكبيره اللي كان عليها دور بشكل كبير. مع وجود اي حتى جهاز فني بينقل له انطباع، بينقل للعيبه الجديده انطباع. بشوف لعيبه عندها 5 6 بطولات في سنتين وبتلعب كاس عالم الانديه، دلوقتي اللعيبه بتكسر ارقام نفسها، يمكن دلوقتي بقى فيهم منافسه بين مثلا زي ما شفنا امبارح وائل جمعه ورامي ربيعه، يعني خلاص رامي جابه في البطوله السادسه. ايوه فلا ولسه يعني رامي كان لسه نجم المباراه وسحب الهدف وربنا كرمه الحقيقه. يعني رامي من اللعيبه اللي تعبت كتير ومن اللعيبه رجاله اللي عندها شخصيه النادي الاهلي، عندها روح النادي الاهلي طبعا. غيره كتير مع اللي تعرض له رامي في مشواره كان ممكن يعني ما كانش يوصل على الاقل المكان اللي هو وصلها دي. لا بغض النظر كمان ان هو شخصيه براجل بينقل حتى كمان للعيبه، يعني رامي بقى من اللعيبه الكبيره داخل الفرقه طبعا. مع الشناوي، مع السوليه، مع قفشه، مع علي معلول ربنا يرجعه بالسلامه. لا في شخصيه للاهلي، في شخصيه للعيبه الكبيره دايما. طول ما بيبقى عندك
7 او 8 لعيبه كبيره في اوضه اللبس عارفين قيمه التيشيرت كويس، عارفين الكيان كويس، مقدرين هم بيلعبوا فين وبتيشيرت ايه وايه المناسبه اللي بيلعبوا فيها، فده بينقله حتى للعيبه الجديده، بينقله حتى للعيبه الصغيره. فقيمتك انت هنا كلاعب اكيد بتظهر في المباريات الكبيره، وانا بشوف ان من افضل اللعيبه اللي كانت في المباراه او على مستوى البطوله مع لعيبه كتير جدا نجوم كان هو رامي ربيعه. غريبه ان اخر بطولتين يحسب اللقب فيهم مدافعين، يعني لقب الوداد حسمه عبد المنعم، لقب الترجي حسمه رامي ربيعه. كده كده هنروح للحته الفنيه اللي انت الراجل بيشتغل على كده، يعني بيشتغل على الكرات الثابته، بيشتغل على الضربات الركنيه، بيشتغل على اللعب من على اطراف الملعب. هنا ده ممكن تلجا ليه انت كمدير فني. خلينا امبارح برضو خلينا نتفق انه السيناريو كان صعب، يعني المباراه ما كانتش سهله على الاطلاق، واحنا كجمهور قعدنا يعني قعدنا بالذات الشوط الثاني يعني على اعصابنا مشدودين بشكل كبير. يمكن احنا قعدنا على اعصابنا، لكن لو هتلاحظ ان اول نص ساعه فريق الترجي كان مشدود جدا، متكهرب جدا، عنده اخطاء بالذات في خط الدفاع، فكان مهم جدا حسين الشحات، بيرسي تاو، امام عاشور ان انت تجيب الثاني. لو جبت الثاني الامور هتبقى اريح، الراجل مش هيبقى مضغوط من بره، انت كان برضو لا قدر الله وارد ان انت يجي فيك هدف. ادينا الترجي مع قيمته طبعا وتقديرنا واحترامنا لاسم الترجي، نادي كبير جدا، لكن ادينا الترجي اكبر من حجمه في المواجهتين. يعني مش شايف انه العروض، انت بتتكلم على نسخه استثنائيه ودي هجي لك فيها كمان شويه، نسخه لم يتلقى الاهلي فيها اي خساره على مدار مشوار البطوله، واعتقد انه ده ما حصلش قبل كده. لكن فكره المستوى اللي ظهر بيه الاهلي، سكواد الاهلي، مارسيل كولر وتاقلمه مع الفريق في السيزون الثاني ليه في اداره الفريق، مشواره في البطوله دي ما كانش يخلينا نروح لسيناريو افضل نهايه، ما كانش محتاجين جرأة اكتر، مغامره اكتر، ولا اللي تكسب بيه العب بيه، تكسب ولا تلعب يعني زي ما لا بيه. هو انت اللي تكسب بيلعب بيه، بس المباراتين ليهم ظروف. لكن انا ضد كل الكلام اللي بيتقال على فريق الترجي، فريق الترجي فريق كبير، فريق الترجي مع المدرب الجديد عنده شخصيه، فريق الترجي جاي يعني فريق الترجي مع المدرب ده. لو هتلاحظ حتى كمان ان هو راح للجمهور وحتى كلامه مع رئيس النادي في التكريم في تسليم الميداليات، الراجل مدرب شخصيه قويه، مدرب برتغالي، عامل شخصيه دفاعيه وشخصيه هجوميه منظم بشكل كبير، بقالنا كتير قوي ما شفناش الترجي بالشخصيه دي. فريق ان هو يكسب سان داونز ذهاب وعوده ده برده مش حاجه سهله. فريق عنده شخصيه، فريق الترجي انا بقول السنه الجايه هيبقى غير. عشان كده مع المدرب دوت، لا في المباراه الاولانيه كان عامل حسابك بشكل كبير جدا، ده اثر عليه فنيا او اثر على الاداء الفني في المباراه الاولانيه. زائد ان الاهلي هو لو بيلعب الاهلي بيلعب غير اي فريق تاني، هيعمل له حساب. الاهلي عنده مفاتيح لعب كتير، هيقدر يقفل عليك ازاي؟ مفاتيح اللعب دي صعبه جدا ان هو يقفل على 6-7 مفاتيح لعب. افتقدت برضه علي معلول في المباراه النهائيه من الناحيه الهجوميه، بس هو ما كانش موجود في الملعب لكن كان موجود مع الفريق وكان بيتكلم مع زمايله، وعلي ليه دور كبير، واحد من الكباتن الكبيره في الاهلي النهارده طبعا، وتاريخ كبير جدا برضه. وكان حتى من الحوافز والطموحات اللي موجوده عند اللعيبه ان هي عايزه تحقق البطوله، يعني سبب من الاسباب ان لعلي معلول. فبتمنى له علي طبعا زي ما قلت لحضرتك من اهم اللعيبه في الخط الهجومي حتى كمان للنادي الاهلي، او سواء على مستوى الدفاع ان هو يرجع، لكن ظروف اتعرض ليها الراجل ان هو اضطر يلعب بكريم فؤاد، ادى مباراه اكتر من رائع في الناحيه الشمال، قدر يستغل الحته اللي هي ورا الباكرات، عشان كده هتلاقي الباكرات خرج بدري ان هو اشتغل بيها عن طريق حسين الشحات وامام عاشور. كان في سيناريو لحد اول نص ساعه النادي الاهلي ماشي بشكل كويس، لحد اكيد انت مش بتلعب خصم سهل، فبعد نص ساعه المباراه راحت لفريق الترجي شويه، لكن الحمد لله في الاخر ان الغرض ان احنا طلعنا بالبطوله. طيب يعني غاب معلول فغاب منعم عن التسجيل، الدويتو الذهبي، وان كان طبعا الاثنين من نجوم الفريق الكبار جدا اللي قدموا بطوله اكتر من رائعه. تعال نشوف منعم ورايه طبعا في واحد من نجوم النادي الاهلي في السنوات الاخيره، واحد من نجوم الكره المصريه. تعال نشوف منعم قال ايه عن تتويج الاهلي بالبطوله امبارح. الحمد لله، مبروك لكل جمهور الاهلي العظيم، ومبروك لمجلس اداره والجهاز الفني واللعيبه، ومبروك لاسرتي. الحمد لله بنشكر ربنا طبعا على البطوله، بطوله غاليه، فالحمد لله الحمد لله على ال 12 بطوله لها طعم في ارضك وسط جمهورك. الحمد لله ضحينا بحاجات كتير عشان خاطر البطوله ديت وعشان خاطر النادي. الحمد لله. منعم واحد من اللعيبه اللي اتربى جوه النادي الاهلي، عارف يعني ايه بطوله وعارف يعني ايه فرح الجمهور،
كان صعب جدا الجمهور ده يروح النهارده زعلان يا منعم. حرام حرام يروح زعلان، احنا طالعين من الاوتيل النهارده البلد كلها لابسه احمر، فحرام بجد حرام بجد ان الناس دي تطلع زعلانه ومتضايقه. لا لا احنا كلنا كنا واخدين وعد الحمد لله، وكلنا كنا مركزين ان الناس دي تطلع فرحانه. ما ينفعش جمهور النادي الاهلي وسط ارضه يطلع زعلان، بعيده دي صعبه. عبد المنعم معودنا دايما في الشرقيه بعد كل بطوله بنشوف تيشيرتات عبد المنعم بتتوزع في الشرقيه، توعدهم بايه المره دي يا منعم؟ ودي خلاص حاجه احنا متعودين عليها دايما. طبعا بفتخر انا من الشرقيه، من الزقازيق، من شرويده، بلدي، ناس محترمه وناس بتحبني وانا بحبهم. اكيد هعمل لهم حاجه كويسه يعني، عاوز تشوفها فيها كلها. من اجمل الكلمات اللي انا سمعتها عليك يا عبد المنعم، يسلم اللي رباك. منعم واحد من اللعيبه اللي انا يعني انا شفت حاجات معاك في قطاع الناشئين، تربيه، بر الوالدين، صلاه الفجر دايما جماعه، اعتقد كلها حاجات بتديها نصايح لاي لعيب بيبدا مشواره. والله فاروق الحمد لله الواحد منتظم على صلاه الفجر، ده سر والله العظيم، السر اللي انت عايز ربنا يكرمك. والله صلاه الفجر ديت هتخليك في اي حاجه انت عاوزها هتجيلك وتحقق. الحمد لله الواحد بيفتخر ان والده ووالدته ربوا احسن تربيه، وان هم انا فخور، انا والله فخور بيهم، وكمان تعبهم ما راحش على الفاضي. سنين كتير كان معايا بسفر وانا صغير ومشاوير وتعب، بس الحمد لله ربنا بيكتب كل حاجه الخير في الاخر يعني، الحمد لله. دايما ولاد النادي الاهلي، والحقيقه يمكن برضو الجيل ده في عدد مش قليل يعني متربيين من البدايه خالص في النادي الاهلي، وده بيفرق شويه احمد في الـ في الـ في الروح في الـ. والجمهور طبعا زي ما قال منعم يعني تهالي الجمهور طبعا مش بس اللي كان حاضر في الاستاد امبارح، يعني الجماهير الكره في مصر انا متاكد انه مش بس حتى الاهلاويه، اكتر كده من 70 80 مليون كانت تحس انه في دار النادي الاهلي. وانت رايح في المهمه وانت رايح للاستاد انت شايل الاحلام دي والطموحات دي كلها بتبقى على كتافك. اكيد ما فيش شك طبعا ان انا كنت نرجع بالذاكره ان انا اتربيت داخل النادي الاهلي وعارف السياسه اللي داخل النادي الاهلي من قطاع الناشئين، قعدت 3 سنين في ناشئين النادي الاهلي، عارف السياسه والتربيه بتبقى عامله ازاي، على حب النادي، على تعب ابويا الله يرحمه وامي معايا طول ما بسافر من اسكندريه للقاهره 3 ايام في الاسبوع، فبشوف حجم المعاناه. يمكن ده مش جديد، ده راجع اي حد ربنا بيكرمه او اي لعيب كره ربنا بيكرمه مش فنيا بس، لكن ازاي باربى اهله، ازاي بيبقى متواضع بشكل كبير، ازاي بيقدر يشتغل على طموحاته، التعب والمشقه اللي بيقدر يبذلها. وهتلاقي ما حدش وصل للمكانه دي الا لما يكون تعب ومشقه وهو صغير، لكن التربيه اللي داخل النادي الاهلي غير اي نادي تاني. دايما النادي الاهلي معودك ان انت ازاي بتشتغل على الاول، ان انت بتلعب على الاول من قطاعات الناشئين. ايوه مركز ثاني تزعل، مركز تاني انت خلاص انت اكنك زي الاخير. أيه. وده مش كلام، وده حتى كمان اتربينا داخل النادي الاهلي ان احنا مالناش اي علاقه باي فريق منافس. احنا بنشتغل لمصلحه الاهلي، بنلعب على الاول دايما، ما بيفرقش معانا احنا بنلعب مين، المهم تحقق المكسب، مهم تعرف انت موجود فين، ازاي قيمه الاهلي واصله لكل قطاعات الناشئين. عبد المنعم وايمن اشرف وكل المجموعه لعيبه كتيره خرجت بره النادي الاهلي بس رجعت تاني وعملت انجازات. الشناوي خرج ورجع، عبد القادر خرج ورجع، ايمن اشرف خرج ورجع. هتلاقي مجموعه كتير جدا، احمد شكري، كل اللعيبه اللي اتربت داخل هاني بس يعني. اللي ما خرجش هاني هاني عم كمل هاني لا هاني يعني لازم نديله حقه، يعني لازم نديله حقه، عمل بطوله كبيره جدا، عمل مباراه كبيره جدا دفاعيا امبارح، التمركزات بتاعته بشكل هايل، حتى كان دايما فريق ترجي بيشتغل على لعبه كده، لكن هاني هو اللي كان بيفسد الهجمات. لا هاني من اللعيبه الكبيره في الفرقه، من اللعيبه اللي دايما ده كابتن خلاص، شرط الكابتن فبالتالي بتبقى فرقه مع اللعيب كمان انه يبقى يحس انه كابتن فريق النادي الاهلي، بتنقل على المستوى الشخصيه والتفكير طبعا. والمسؤوليه بتنقل اللعيب، بتديك مسؤوليه يعني، بتديك مسؤوليه داخل الملعب، بتديك ان انت ازاي تبقى قائد للفرقه، بتتكلم ازاي مع اللعيبه، وضعك بيبقى عامل ازاي وسط الفرقه، حتى في اوضه اللبس يعني، كل ما زي ما قلت لحضرتك كل ما يبقى في لعيبه كبيره، لعيبه عندها مسؤوليه، عندها الشخصيه، ده بيضيف لك انت في اوضه اللبس. وخد بالك كمان بيتهيألي من مكاسب ده البطوله دي يعني اللعيبه اللي دقت لاول مره التتويج مع الاهلي ببطوله دوري الابطال، شافوا وعاشوا التجربه، حسوا بقيمه النجاح. يعني رضا سليم سنه اولى الاهلي بطل دوري ابطال، وسام ابو علي سنه اولى اهلي
بطل دوري ابطال، امام عاشور اولى اهلي بطل دوري ابطال. بتدخل اللعيب في مود البطولات الكبيره، بتدخل اللعيب انه حتى لو انت ما تربيتش في الاهلي لكن انت عارف انك جاي الاهلي عشان تحقق المجد ده، تحقق الشهره دي، تحقق النجاح ده، تكتب تاريخ صعب جدا تكتبه في اي حته تانية. وصعب جدا ان انت تلاقي لعيب بقاله 3 شهور في الفرقه وتحس ان هو بقاله 3 سنين. انتوني مودست معلش نسيته برضو، مودست ده خد ابطال، خد القاب كاس عالم كتيره جدا في سوبر مصري لا هنا كمان بتشوف ازاي الحاله اللي كانت بين كهربا وامام. دايما بتشوف هنا يقول لك يا بخت اللي صاحبه كهربا. فهو يعني كان حرص كهربا بشكل كبير جدا ان يدوق امام ازاي تعمل بطوله، ازاي تيجي الاهلي، ازاي تاخد بطولات، ازاي تحس ببطوله. وده باين في كلام امام اللي هو زعلان ان هو جه النادي الاهلي، اللي هو متاثر ان هو مش مرتاح في النادي الاهلي. امام عاشور، امام عاشور كل شهر بياخد بطوله داخل النادي الاهلي، وخد البطوله الاعظم والاقوى في تاريخ افريقيا، بطوله افريقيا، الراجل لعب كاس عالم الانديه. خد بالك برضو يعني امام من اهم لعيبه الكره في مصر، فوجوده في الاهلي شيء يضايق ناس كتير. وفكره، والحقيقه هو اتعامل مع ده بشكل كويس جدا، فكره محاوله اغتياله معنويا زي ما انت كنت بتقول او افساد العلاقه بينه وبين جماهير النادي الاهلي، دي حاجه هو اتعامل معاها بشكل كويس جدا. وبرده دي واحده من الحاجات انا بتهيألي برده شخصيه اللعيب وطريقه تفكيره بتبقى مرتبطه شويه بالمنظومه اللي هو بيشتغل فيها. هتلاقي المنظومه منضبطه، هتلاقي اللعيب ماشي في الطريق السليم، هتلاقي المنظومه يعني فوضويه، هتلاقي اللعيب ماشي في نفس الطريق برده. ده بيكون شخصيه امام. ممكن الاهلي بيكون شخصيه زي ما كون شخصيتي انا داخل النادي الاهلي مع مستر مانويل جوزيه، كون لي شخصيتي فيما بعد النادي الاهلي وانا ماشي طموحاتي ايه، اهدافي ايه، الدوافع اللي المفروض تكون عندي. هنا امام اكيد شخصيته اتكونت بطبع النادي الاهلي وسيستم النادي الاهلي، لان زي ما بقول لحضرتك دايما ان النادي الاهلي زي القطر، هو ماشي وهيوصل للهدف بتاعه. اي حد عايز ينزل في نص الطريق بينزل، لكن هو يفضل مكمل. لكن من الذكاء على اللعيبه ان انت تعرف سياسه النادي الاهلي، تعرف مبادئ النادي الاهلي، تعرف قيم النادي الاهلي بتشتغل ازاي. واكم امثله كتير جدا لما ما مشيتش على المبادئ دي وما مشيتش على القيم دي مع كان افضل اللعيبه بدون ذكر اسماء كانت خارج النادي الاهلي في ظل احتياج النادي الاهلي ليها. لكن صحيح. هي ما وقفتش عندها، عند اللعيبه دي. انت اخترت حاجه تانية خالص غير البطولات وغير الطموحات وغير الاهداف وغير سيستم النادي. شكرا. الاهلي بيقول لك شكرا. لكن اللي هيفضل مستمر هو اللي ماشي بمبادئ النادي الاهلي، ماشي بقيم النادي، ماشي باهداف النادي الاهلي. عشان كده هتلاقي في بطولات، في نجاحات. وده اكبر مثال ان يكون لك شخصيتك او شخصيه زي امام عاشور اضافه كبيره جدا لسكواد النادي الاهلي، اضافه حتى في تاريخه هو ان هو يسطر له اكتر من بطوله ويبقى عنده اكتر من بطوله، ولسه لعيب صغير عنده بطولات كبيره جدا، ربنا يبعد عنه الاصابات. اعتقد ان امام دلوقتي وصل لمرحله ان هو من اهم اللعيبه في مصر. اتمنى ان هو يعني التواضع الازيد من كده، الطموحات الاكبر، الاهداف اللي تكون عنده، ما يشبعش بطولات زي ما بشوف النادي الاهلي ما بيشبعش بطولات. مهم جدا على اللعيبه والجيل ان هو ما يشبعش بطولات. وتاكيدا لكلام قفشه امبارح، هو مش بيشبع بطولات مهما هياخد بطولات. لعيبه قبل كده خدت 30 بطوله و35 بطوله و39 بطوله، لعيبه بتحقق بطولات اكبر من انديه. فداخل النادي الاهلي هتشوف بطولات، هتكسر ارقام لنفسك وتعدي بطولاتك انت اكتر من تاريخ انديه ثانيه. الثالثه على التوالي دي ما حصلتش، وده واحد من اكبر الدوافع للبطوله الجايه ان شاء الله، واللي تاهل ليها الاهلي بصرف النظر عن فكره ترتيب الدوري ومين البطل ومين الوصيف والكلام ده كله. لكن خليني اقف بس مع النسخه دي، لانه كان واحد من اهم نجومها على مستوى ميلاد نجم جديد، مكسب جديد للفريق، وعلى مستوى الارقام 9 كلين شيت. مصطفى شوبير واحد من اللعيبه اللي اتحطت تحت ضغط قاسي جدا جدا جدا، وسمع كلام كتير جدا قبل ما يحجز مكانه او قبل ما ياخد فرصه، وبالذات حتى في وجود كابتن علي لطفي كان واحد الحقيقه من الحراس المميزين جدا، كان دايما مع الشناوي يتقال الاهلي محتاج يتعاقد مع حارس مرمى، وكان بيتسرب اخبار انه الاهلي تعاقد مع فلان والاهلي بيبص على فلان والاهلي بيتابع فلان والى اخره. وفي وجود حارس عملاق زي الشناوي بتبقى الفرصه صعبه ان لم تكن مستحيله. ووجود اسم في البطاقه اسمه شوبير في حد ذاته كان بيمثل عليه ضغط كبير جدا، انه اللعب بالواسطه،
ورغم كده الحقيقه الولد في سن صغيره جدا، سيبك من نسخه الوداد يعني، سيبك من شهاده الميلاد اللي اتكتبت في نهايه السنه اللي فاتت، لكن السنه دي شوبير قدم مستوى في البطوله اشك ان احمد شوبير نفسه كان يتوقعه. يعني هو كان مفاجاه وكان واحد من اهم نجوم النادي الاهلي في مشوار البطوله دي، توقيعه وبصمته حاضره في نسخه رقم 12. يمكن انا هقول حاجه بس يا ريت الكابتن شوبير ما يزعلش مني. الاول كانت ان هو بيفتخر ان ابوه شوبير. دلوقتي يا كابتن شوبير افتخر ان ابنك مصطفى شوبير. صحيح. فبتهيألي بقى سعيد ما يزعلش ابدا حاجه زي كده. لا، حارس بشخصيه كبيره، حارس بشخصيه الاهلي. انا بقول ان جزء او سبب من اللي مصطفى شوبير فيه هو محمد الشناوي بشكل كبير جدا، دعمه لي من وهو خارج اللعب، او الشناوي لما كان بيلعب كان بيدعم مصطفى شوبير، وكانت في حاله صعبه جدا استاذ احمد لما بتلاقي اتنين حراس مرمى مصفينها لبعض، حارس بقيمه الشناوي ايوه برضه في ضغوطات كبيره جدا على مصطفى شوبير ان يبقى قاعد لك بره الشناوي، دي برضه بتسبب عليك ضغط ان برضه اقاويل كتير واكاذيب كتير مزيفه داخل اوضه اللبس ان في مشاكل وان الشناوي زعلان. الشناوي عارف قيمه الاهلي كويس، الشناوي كابتن من كباتن النادي الاهلي، فرق مع اداء مصطفى شوبير، ودايما شوبير كان عنده حسن الظن، دايما ميلاد اي نجم بيبقى في المباريات الكبيره، ودايما مصطفى شوبير هو دايما في المباريات الكبيره موجود، دايما بيتحمل ضغوطات النادي الاهلي، بيتحمل حجم فرقه زي فرقه النادي الاهلي، مش سهل عليك ان انت تتحمل الضغوط دي كلها. فعلا مكسب كبير جدا، مكسب كبير طبعًا جدا للمنتخب كمان، اللبس كمان وللمنتخب والفريق النادي الاهلي بشخصيه زي مصطفى شوبير قبل ما يكون فنيا، هو شخصيه عارفه قيمه الاهلي كويس، عشان كده هو يستاهل اكتر من كده. اوفا نجم فوق العاده. تعالوا نشوف شوبير احتفل وقال ايه لجماهير النادي الاهلي بتتويج الاهلي امبارح ببطوله دوري الابطال. مصطفى مليون مبروك على حاجات كتير، مليون مبروك على الـ على الـ على البطوله، مليون مبروك على الظروف الصعبه اللي انت لعبت فيها، مليون مبروك على اجتهادك مش من النهارده ولا من امبارح، من سنين كتير فاتت يا مصطفى. الحمد لله فاروق، ربنا كريم. انت يمكن انت عارف من زمان كنت بتتعلق على الماتشات بتاعتنا زمان، حتى كنت لما انت مثلا بتقول حاجه على اي صده ولا ايا كان كنت بتقعد تشتم ان انت بتقعد تجامله، انت بتقعد مش عارف ايه، بس تاني ارجع انا قلتها 100 مره بقولها تاني ان ده طبيعي، الناس تبقى محتاجه تشوف قدام عينيها اكتر عشان تطمن، وده طبيعي لان في الاول وفي الاخر لما الحمد لله ربنا بيكرمك وبتلعب وبيوفقك الناس بتديلك حقك وبزياده كمان، فهي زي ما انت يعني بتاخد دي بتاخد كمان قصادها الناحيه الثانيه ثناء كبير، ثناء كبير زي ما بيقولوا، فالحمد لله ربنا كريم. بطوله وظروف واتخلق وخرج منها حارس تاريخي في افريقيا وفي النادي الاهلي. الحمد لله، الحمد لله كله في الاول وفي الاخر توفيق من ربنا، وتاني يعني الظروف اللي حصلت لكابتن محمد الشناوي بالاصابه الحمد لله احنا مبسوطين رجع لنا بالسلامه، وانه في يعني يرجع لمكانه وكلنا بنساعده على حاجه زي دي، بس انا عرفت ان في حاجات حصلت في المؤتمر ودي في مشاكل حصلت، بس يعني انا مستغرب يعني هو الراجل قال حاجه ان فعلا مشاكل كانت طالعه من حته معينه، فهو وجه الكلام لنفس الحته دي، ان هو اوريدي انت دي الحته اللي طالع منها السورس اللي طالع منه مشاكل، هو قال لك هم بيصنعوا مشاكل، فبعد كده اتهاجم. طب انتوا لما كنتوا بتقولوا اخبار غلط ما كنتوش ليه تطلعوا تعتذروا عليها؟ فاهم قصدي ايه؟ ما كانش حد عنده الجراءه، ليه لما كانوا كلهم بيقعدوا مثلا يهاجموني بشكل شخصي او يهاجموها بشكل شخصي، لما الحمد لله ربنا مثلا بيكرم ليه ما بتطلعوش تتكلموا كويس او بتشكروا او بتقولوا معلش احنا كنا غلطانين عايزين هو يعتذر؟ لا طبعا، انا شايف ان كابتن محمد الشناوي هو قال اللي في قلبه، ودي حاجه ما تزعلش. إيه، مش عايز اطلع بره الموضوع، هرجع تاني لموضوعنا التاني. انا كنت بقول على كابتن محمد الشناوي عشان خاطر الكلين شيت الحمد لله هو اللي بداه، احنا دخل فينا جول واحد طول البطوله، انا لعبت من رابع ماتش تقريبا، والحمد لله احنا بنكمل بعض مش اكتر يعني الحمد لله. احنا بنتكلم على الشناوي او بسجل مع الشناوي، قال لي مصطفى شوبير اقرب اللاعبين ليا وده اخويا الصغير. البطوله اللي فاتت هو قال لك يا مصطفى او قال لك تعال اطلع معايا ولبسك الميداليه، اعتقد المواقف دي اعتقد بتلخص كلام كتير جدا. اقول لك على حاجه، طبيعي الناس تقعد تجتهد ان ممكن يكون في مشاكل، ان ممكن يكون في بتاع في اي مركز في الدنيا، خصوصا مركز حراسه المرمى اللي هو ما بيقبلش الاسم على اثنين، هو واحد بس اللي بيلعب. كريم فؤاد النهارده باك رايت ووينجو لعب باك ليفت، ففي الباقي المراكز الدنيا بتمشي، لكن في حراسه المرمى بالذات الناس بتلكك دايما ان هي تخلق مشاكل او حاجه.
علاقتي انا وكابتن الشناوي هي علاقه كبيره، وفي الاول وفي الاخر ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش حارس مصر الاول يتقلل منه. انا ضد المبدا ده، مش انا بس، اي حد سوا هيبقى ضد المبدا ده. ناس تقول لك اصله ما رضيش، اصله مش عارف ايه، اصله كل دي اجتهادات. وفي الاخر ايه اللي حصل؟ جينا ربنا وفقنا في البطوله، الراجل معايا ودايما بيساعدني في التسخين وبيساعدني بكلام، وحصل حتى حديث بينا امبارح واحنا في التمرين بخصوص القصه دي. هو نفسه من نفسه لقيته بيقول لي انت يعني انت ما تعرفش انت عندي ايه، هو قالها لي كده بلسانه. فانا يعني بعد كده هقول له ايه؟ يعني هقول له ايه؟ عايز افاجئك بحاجه، انت وصلك معلومه انك مرشح من ضمن اللعيبه كاحسن لعيب في افريقيا داخل افريقيا في الموسم ده؟ لا لسه عارفها منك، بس الحمد لله يعني شرف كبير والحمد لله ربنا كريم الحمد لله. مفيش جديد يعني مصطفى بيقوله وبيحصل جوه اوضه اللبس ده الشيء الطبيعي والشيء العادي واللي بيتكرر مع كل الاجيال. اوضه اللبس في النادي الاهلي واحده من اسرار النجاح، يعني العلاقه دايما تسمع. طبعا في ناس بتصطاد في الحته دي كتير قوي، وفي ناس بتحاول تختلق مشاكل او توجد اسباب ليبقى فيه، مش عايز اقول احتقان، المنافسه طبيعيه جدا طبيعي جدا، وكل واحد من حقه يدور على فرصته. لكن اللي بنسمعه انه مين غضبان عشان ما بيلعبش، مين بيطالب انه يبقى فيه تدوير، مين الكلام ده ما بيحصلش في الاهلي يعني. لا انا يعني تتنافس زي ما تتنافس ويبقى جنبك اسم واثنين وثلاثه، وطبيعي جدا لما يبقى عندك نادي زي الاهلي تبص على السكواد كلهم نجوم وكل واحد حاسس بنفسه وكل واحد عايز يبقى موجود وكل واحد عايز يبقى مؤثر وكل واحد عايز يبقى ناجح. بس في النهايه الاسم بتاع النادي الاهلي هو رقم واحد. اللي انا عايز اقوله للناس دي يا جماعه، طول ما هيبقى فيه الكلام اللي انتوا بتقولوه ده عمر ما هيبقى فيه نجاح، عمر ما هيبقى فيه بطوله. اللعيبه دي مش اي لعيب يبقى موجود داخل اوضه لبس النادي الاهلي، لازم مصر كلها تعرف كده. الحاله اللي بتبقى بين اللعيبه مش هي اللي بيصدرها الاخبار ولا لو انت دايما بنتكلم على قيمتك انت كلاعب ازاي او اوضه اللبس ازاي تبقوا قافلين على نفسكم من الحاجات دي. والحاجات دي اسمع اخبار اصل في مشاكل في اوضه اللبس. لو الاداره ما عندهاش فول كنترول وما عندهاش ثبات على المبدا معين او مواقف معينه، والتاريخ يشهد باسماء كبيره جدا 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 وليها جماهيريه وشعبيه كبير، يعني ليها ظهير جماهيري بيسندها كبير جدا جدا، لكن كانت الاداره واضحه فيها مع كابتن صالح ومع كابتن حسن حمدي ومع كابتن محمود الخطيب. لا ارجع للتاريخ واقرا. لو الاداره نفسها مش مرسخه المبدا ده صدقني ما كانتش هتترجم بالشكل ده بين اللعيبه برضو. ما هنا زي اللي قلت لحضرتك ان زي ما قلنا اجيال بتسلم اجيال في اوضه اللبس ولعيبه، الادارات شاربة يعني ايه النادي الاهلي، ادارات بتشتغل لمصلحه الاهلي، بتشتغل للقواعد اللي المفروض تبقى موجوده في اوضه اللبس. ما حدش اللاعب لاعب ومدير كره مدير كوره والجهاز جهاز والمجلس اداره مجلس اداره، في رولز ماشي في كل الاجيال اللي موجوده داخل النادي الاهلي. صحيح ده في نجاحات. اللعيبه دي لو مش لعيبه كبيره عندها مسؤوليه عارفه هي بتلعب فين، مش هتلاقي بطوله في ظل كل الكلام اللي بيتقال. ويمكن لو هتحط نقط، امام عاشور مش مرتاح، كهربا زعلان وقفشه زعلانين ان هم ما بيلعبوش، الشناوي في مشاكل بينه وبين شوبير ان هو الشناوي مش عايز يقعد احتياطي. انا الانترفيو اللي مع مصطفى شوبير، انا قبل ما يطلع انا قلت الكلام كله اللي قاله مصطفى شوبير. الحاله اللي بين مصطفى شوبير والشناوي اللي كانت موجوده، والشناوي بيلعب وبيدعم بشكل كبير جدا مصطفى شوبير. دلوقتي بتشوف مصطفى شوبير اللي هو اخوه الصغير اللي هو الشناوي قاعد له بره، والشناوي المفروض اللي هو يبقى زعلان وعايز يلعب والكلام دوت، لكن في الاول وفي الاخر بيجتمعوا على مبادئ النادي الاهلي ومصلحه الاهلي. بطولات الاهلي بطوله بتضاف لتاريخ كل واحد موجود، بطوله بتضاف لعم حارس. بطوله يعني عم حارس عنده بطولات كتير. ده رقم تاريخي. حاجه و40 بطوله دلوقتي عم حارس. رقم تاريخي. فلا هنا المنظومه كلها بتنجح، يعني المنظومه كلها بتنجح، عمال وامن واداره ولعيبه وجهاز. لا الاهلي غير بصراحه. طيب عايزك تنسى شويه انك انت نجم من نجوم النادي الاهلي، وانا هنسى ان انا اعلامي على شاشه النادي الاهلي، وتعالى نتكلم جمهور شويه. الجمهور بيفكر ازاي وبيحلم بيفكر ازاي في اللي جاي. فرحت ان البطوله جت، فرحت طبعا ما اقدرش انكر،
وكنت ازعل جدا جدا لو لا قدر الله الاهلي خسر البطوله امبارح. لكن هرجع لاول كلمه قلناها، بقى العادي يعني، بقى انجاز يعني. الجيل ده عودنا النهائي بتاع افريقيا ده الطبيعي انه الاهلي يبقى موجود فيه، انه الاهلي يكسب البطوله برضو ده الطبيعي. لما لو انت كجمهور بتحلم بالاكبر وانت عندك موسم استثنائي، عندك سوبر افريقي اهلي وزمالك هيبقى تاريخي طبعا، عندك بطوله بتاعه الفيفا اللي اتعمل لاول مره اللي هي بطوله الابطال القارات، ما بقاش اسمها كاس العالم بقى بالشكل القديم، بقى اسمها الانتركونتيننتال، وعندك كاس العالم بشكله الجديد. بتحلم بايه جديد يعني؟ ارفع سقف طموحاتك لانه افريقيا خلاص تحت السيطره. عايز ترفع سقف الطموحات، عايز تحلم بحلم جديد. لا انا هرجع لحضرتك الكلمه الاساسيه واللي قمت عليها ببرنامج حضرتك، ان انت سهل قوي توصل للقمه لكن صعب قوي تحافظ عليها. هو ده الاهلي، ان انت دايما بتجدد طموحاتك، وده يحسب للجيل الحالي. بتجدد اهدافك، ودلوقتي سقف طموح الجماهير ارتفع. انت بتتكلم كاس عالم الانديه، خلاص انت بتاخد برونزيه عادي. اكيد هتدور ان انت تاخد مركز، يعني تاخد مركز في ظل الشكل الجديد على بطوله كاس عالم الانديه. ازاي انت تقدر تحافظ على البطوله المفضله والمحببه لكل جماهير النادي الاهلي والافريقيا بشكل عام، دوري ابطال افريقيا، زائد ان انت طموحاتك واهدافك ما قبل المباراه، انت كده كده رايح كاس عالم الانديه، لكن برضو حققت البطوله. دي الدوافع والاهداف اللي عند اللعيبه. ازاي تقدر تحافظ، اللي بيبقى حريص جدا عليه اللعيبه مع مجلس الاداره، ان هو ازاي يقدر يحافظ على القمه اللي انت حققت فيها كل حاجه. حققت كل البطولات اللي انت دخلت فيها، زي ما حققنا 5 بطولات، حققنا العلامه الكامله مع مستر كولر السنه اللي فاتت. دلوقتي انت مطالب ان انت تحقق كل البطولات، ودي الدوافع اللي داخل النادي. فخلاص انت سقف طموح الجماهير ارتفع، ان انت تقدر تحافظ كل البطولات اللي انت بتشارك فيها حققتها، لكن ازاي تقدر تحافظ عليها هو ده الاصعب. طب سيبك من روح البطوله، وسيبك من الخبرات، وسيبك من الشخصيه، وسيبك من التجربه، وسيبك من الاداره. تعال اكلمك كوره شويه. تمام. كوره الاهلي، لما تشوف مستوى الاهلي، مستوى الكوره اللي بيقدمها الاهلي مع مارسيل كولر، هل شايف انه الجاب، المسافه بينه وبين الانديه الكبيره في افريقيا، هتحسب الترجي من الانديه الكبيره، هتحسب الوداد والرجاء من المغرب، هتحسب سان داونز، هتحسب مازيمبيا، هتحسب الزمالك، شايف المسافه بين كره الاهلي وكره الفرق المنافسه قد ايه؟ المسافه بينهم، الجاب اللي موجوده بينهم، قريبه بعيده؟ الاهلي لو عايز يفرق اكتر ممكن يفكر ازاي او يحضر ازاي؟ الاهلي انا بشوف ان هو على مستوى كل الفرقه دي، ما يميز الاهلي السكواد اللي موجود داخل الفرقه، ان انت يبقى عندك 25 لاعب او 30 لاعب على مستوى نفس المستوى ونفس الاداء، وده اللي قدر مستر كولر او اي نجاح اي فريق، ان انت بتكمل ونفسك طويل. أي. طول ما الناس اللي بره حاضره، طول ما الناس اللي بره موجوده. عشان كده بقول ان المهم جدا الدعم في المراكز اللي انت محتاجها، يبقى في 2 أو 3 لعيبه. لان كل الاسباب دي اللي هتفرقك عن الترجي، هتفرقك عن مازيمبي، هتفرقك عن الزمالك، هتفرقك عن انا النهارده بتكلم على 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 مواجهه محتمله مع ريال مدريد، مع بالميراس، مع بوكا جونيورز. خد بالك انه البطوله اللي جايه الانتركونتيننتال، مواجهه الزمالك في السوبر طبعا مهمه طبعا وصعبه، لكن انتركونتيننتال انت وارد جدا مش هيبقى في بطوله مجمعه، ودي ليها ظروف مختلفه. مباراه هتتلعب من جوله واحده في ملاعب محايده، ما نعرفش هتتلعب فين. فاذا كنت بتتكلم على منافسه العين في الامارات، ده منافس، هو اقرب منافس محتمل بالنسبه لك. الكسب لو تخطيته هتواجه الكسبان من امريكا الجنوبيه، كوبا ليبرتادوريس وبطل كونكاكاف. فليفل منافسه مختلف شويه بطريقه مختلفه عن كاس العالم اللي احنا كنا بنلعبه قبل كده. اكيد اكيد بتحتاج كواليتي برضو طبعا في حته ثانيه، كواليتي مميز، لعيبه عندها حلول بشكل كبير، وده موجود عند لعيبه النادي الاهلي، بقت متمرسه حتى على اللعب امام ريال مدريد، امام بايرن، امام الفرق الكبيره. كاس العالم دي شبه بطوله مصغره، لكن انت لعبت ريال مدريد ولعبت بايرن ميونخ ولعبت بالميراس ولعبت الفرق اللي هي كراتها سريعه، الاحتكاك العالمي زي ما بنقول. عشان كده اللعيبه بقت متمرسه في الحته دي، تطوير في اداء اللعب، التطوير حتى في الخطط اللي بيحطها مستر كولر. كل دي بتدي خبرات، كل دي بتدي خبرات للعيبه، واللعيبه فعلا بتبقى عند حسن الظن، ومعاك كواليتي اللعيبه من افضل كواليتي اللعيبه في افريقيا. يمكن اتسالت سؤال امبارح ان مرشح ان
ان اللاعب يبقى من النادي الاهلي احسن لاعب في افريقيا، فقلت ده اكيد اكيد ان انت عندك 7 أو 8 لعيبه داخل النادي الاهلي من افضل اللعيبه. وده يمكن يكون مرتبط كمان بسؤالي اللي جاي على منتخب مصر. عندك الاهلي بطل دوري الابطال في نسخه هي الاقوى، لم يتلقى اي خساره في البطوله، واجه فرق يعني سواء مازيمبي، ترجي في النهائي، سيمبا، يانج افريكانز قبل كده، اتحاد العاصمه اعتقد كان معانا في المجموعات، الزمالك بطل الكونفدراليه، ازاي ده يفيد كابتن حسام في مشوار المنتخب واحنا على بعد ايام من مواجهتين مهمين جدا في تصفيات كاس العالم؟ انا بشوف ان اكبر حاله مميزه ان انت عندك قطبي الكره المصريه، الزمالك بيحقق كونفدراليه بطوله قاريه، والاهلي بيحقق دوري ابطال افريقيا البطوله الاقوى على مستوى افريقيا، زائد ان السكواد بنسبه اكبر من المنتخب اكيد هيبقى من النادي الاهلي، اكيد من النادي الاهلي، بتتكلم في 9 لعيبه أو 10 لعيبه من النادي الاهلي، وده دايما على مدار منتخب مصر ده بيضيف حتى المنتخب مصر، ان دايما احتكاك النادي الاهلي بالقاعده الجماهيريه اللي بتبقى وراه، اكيد برضو مكسب الزمالك مهم جدا، يبقى في اكتر من لاعب في منتخب مصر، ده يساعد الكابتن حسام، زائد ان انت خلاص بقى زي ما قلت حضرتك عندك القوام الاساسي من النادي الاهلي، زائد اللعيبه المحترفين، كل ده بيصب في مصلحه الكره المصريه لما يكون الاهلي والزمالك في احسن حالاتهم. انا بشوف ان مفيش احسن من كده حاله معنويه بالنسبه للعيبه اللي هتروح منتخب مصر مع كابتن حسام حسن، بتمنى له التوفيق بشكل كبير جدا برغم التحديات كلها اللي ضد كابتن حسام. دخل امبارح طبعا حاجه جمهور عالمي، لا جمهور عالمي بصراحه، حاجه تفرح بصراحه، يعني التيفو ده حاجه داخله ولا اروع، وده دايما هنا جمهور النادي الاهلي بيدي مثال كبير، بيدي مثال كبير للتشجيع من اول دقيقه، وخصوصا الناس من الساعه 3 ولا من الساعه 2 الظهر لما تقعد لحد الساعه 10 بالليل بيشجعوا بنفس الشكل وبنفس ده جزء بسيط جدا من عيله النادي الاهلي، انك تحضر مباراه للنادي الاهلي في الاستاد وتحس انك انت وسط اهلك وناسك وعزوتك، وتحس انك انت وسط الظهر والسند، هم دول سر الخلطه، هم دول سر النجاح، هم دول سر من اسرار البطولات والانجازات اللي حققها النادي الاهلي على مدار تاريخه. اللاعب اللي بشوفه دايما رقم واحد واللي كان الحقيقه مقدم صوره مشرفه جدا عن الكوره في مصر امبارح في الاستاد. بتفق معاك جدا، اللعيب رقم واحد فعلا، المسانده الجماهيريه هي السبب الحقيقي وراء كل نجاح، وراء كل حتى اخفاق والرجوع حتى للمسار الطبيعي. لعيبه الاهلي تفتخر ان وراها جماهير بالقاعده دي، مجلس الاداره لازم يفتخر بالجهاز الفني، يفتخر ان وراه قاعده جماهيريه بشكل كبير جدا مسانده في المره قبل الحلوه، دايما كده جمهور النادي الاهلي ورا لعيبه النادي الاهلي ورا النادي الاهلي، لان اللعيبه كانت مطالبه بشكل كبير جدا ان هي تفرحكم، وفعلا فرحتكم وما روحتوش زعلانين. احساس الفرحه واحساس الفخر بالانتماء للقلعه الحمراء مش مرتبط بس بالانجازات والبطولات، في لقطات كتيره جدا، في مناسبات كتيره جدا جدا، بعيدا عن التتويج من عدمه، حسيت قد ايه انه اختياري في يوم من الايام ان انا انتمي للنادي الاهلي كان واحد من اهم اسباب سعادتي على مدار حياتي وعلى مدار مشوار عمري. مبروك لجماهير النادي الاهلي، من حقكم تفرحوا، من حقكم تحتفلوا، من حقكم كمان تسعوا دايما لتحقيق الافضل، وباذن الله القادم افضل، عندنا مشوار لسه ما انتهاش، عندنا بطولات كتيره الموسم ده، والاهم هو الاستعداد للموسم المقبل اللي هيكون استثنائي وراهن ان شاء الله باذن الله على مجلس اداره النادي الاهلي، انه يكون في نقله نوعيه جديده بعد 117 سنه نجاح، نروح باذن الله لتحقيق شيء وانجاز عالمي. بشكرك كابتن احمد، ببارك لك مره ثانيه على البطوله رقم 12. حبيبي استاذ احمد، دايما بسعد وانا موجود مع حضرتك، ودايما بفتخر ان انا جزء من تاريخ النادي الاهلي، ولولا النادي الاهلي ما كانش زماني مع حضرتك دلوقتي. النادي الاهلي دايما مفرحنا، بفتخر ان انا اهلاوي من عيله اهلاويه، الحمد لله نعمه كبيره، ربنا يديمها نعمه ان شاء الله. مبروك لجماهير النادي الاهلي، والاسبوع ده الحقيقه احتفاليه، احنا يعني لغايه لما نبدا او نفتح صفحه بطوله جديده هنحتفل معاكم على مدار الاسبوع بالتتويج رقم 12، رقم قياسي تاريخي، انجاز كبير جدا حققه النادي الاهلي، مبروك، الف مبروك لكل جماهيره.